لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كأس العرب خروج المنتخب السوداني في بالعب ممتاز من عبد الله العزيز رديف ممتاز والسقوط ركلة جزاء ركلة جزاء في البطولة الماضية عبد الله رديف عبد الله رديف الهدف الأول الهدف الأول كانت الكرة لعبد الملك العييري الدخول لصالح عبد الله رديف مرة أخرى يتقدم والكرة الدخول لا يوجد خطأ المصعب يمر ويقطع الكرة على مصعب ويشق الطريق والهدف الثاني نعم الهدف الثاني ما بين مدافعي المنتخب العراقي هنا الحال الذي يعني واضح الارتباك دفاعات المنتخب العراقي هنا التداخل ما بين عباس وأيضا اللاعب عبود الشافعي انتخابات كانت قد استقبلت هدف وأكثر هنا الكرة الملعوبة والعرضية والرأسية وأسامة والهدف تقليص والجزائر ولبنان هنا الكرة الملعوبة والبحث عن العرضية لكن الكرة هنا الأول في المجموعة الخامسة وغالبا هو المنتخب التونسي وعبد الله رديف عبد العزيز العليوي هنا العرضية ورديف والهدف المميز لصالح المنتخب السعودي عليوي كان في العرضية وأيضا بعد الكرة يتقدم لم يستفد المنتخب السعودي من هذا التي كانت مميزة النتائج أكبر نتيجة في المسابقة هذا العبود أول عبد العزيز العليوي والسقوط عبد العزيز يبحث وركلة جزاء يبدو المساعد نعم المساعد كما نشاهد هناك السحب دي هنا السحب كما نشاهد على الهدف الرابع والهاتريك ربما هو من عبد الله رديف هنا لقطة احتساب ركلة الجزاء والشد في هذه اللقطة اتضح وعبد الله رديف سدد الكرة في أشفل بطريقته بطريقة اللاعبين بكل هدوء عبد الله رديف البطولات العربية دائما وأبدا المنتخب السعودي من المرشحين دائما في أي بطولة يشارك بها وهذه حقيقة هنا الكرة تتخلص الحديث ليس عن هذه المواسم فقط الحديث حتى منذ زمن والمنتخب السعودي حتى على الرغم يعني الغياب عن المشهد في البطولة صبياني الذي خرج هنا الكرة العرضية وتبعد بشكل ممتاز محمد البري سيكون لاعب فيصل صبياني عموما الكرة تبعد من أسامة اللاعب العراقي رياضية عالية في أرضية الملعب بين المنتخبين الأخضر وأسود الرافدين الكرة إلى الحارس حسن رسيت من نقطة الجزاء الأول والرابع صعب الجوير الذي شق الطريق بين مدافعي المنتخب العراق وسجل هدفا رائعا بالانفراد مع الحارس والهدف الثالث كان برأسية عبد الله رديف ليكمل الهاتريك عبد الله في هذا المساء عبد الله يعني هناك يعني قبل انطلاقة هذه الجولة الثالثة التسديد إلى خارج أرضية الملعب يبدو من إسماعيل تسديد نعم من إسماعيل محمد الكرة إلى خارج أرضية عبد الله رديف لديه أربعة يوجد ثلاثة لاعبين سجاد الساعدي وسجاد العسافي وسجاد النجفي رائعين في الكرة السعودية والمدرب الذي كان لاعبا رائعا وكان هدافا كذلك صالح هنا الكرة الملعوبة لصالح مصعب الجوير في المرور والتمرير محاولة الصناعة لكن الكرة مقطوعة لصالح المنتخب العراقي السعودية إذن المنتخب السعودي ينتظر أفضل الثواني المنتخبات التي يعني تستطيع التأهل بعد ذلك هنا الكرة لكن الكرة تتخلص خبات لديها فرصة تحدث عن الأردن والإمارات واليمن وليبيا والجزائر هنا الكرة والتسلل والصومال كذلك عن يعني
لقاءات سواء اللقاء الذي يأتيكم بعد هذا اللقاء في عند التاسعة اليمن والأردن واليمن والإمارات عفوا، بعد ذلك يعني لقاءات الغد ستكون قوية جدا، من أقوى اللقاءات في البطولة. هناك الصومال ومصر، هنا الكرة والرأسية تعود، خطرة كانت للمنتخب العراقي. أمير السعيد لم يتوقع الكرة، أمير هذا 23 هذا محمد علي صادق، والعرضية إلى خارج أرضية الملعب، ركلة قاعات الغد، هنا ركلة الزاوية وأسامة يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تونس وفلسطين والمغرب، وبعد ذلك تنقضي على المباريات والمجموعات والأدوار التمهيدية، يعني غدا وبعد الغد وبعد ذلك ستكون هناك راحة ليوليو. هنا الكرة الملعوبة، ستكون يعني اللقاءات متتابعة أو في يوم واحد، دور الثمانية سيقام في يوم واحد، أربع لقاءات في 31. هنا الكرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى خارج أرضية الملعب والبطالة، وأعلن ركلة زاوية لصالح المنتخب العراقي. هنا الكرة الملعوبة، علي صادق على التنفيذ، الكرة العرضية والرأسية أبعدها المهاجم، أبعدها اللاعب محمد الحسني. هنا الدخول لصالح المنتخب السعودي، مصعب في الصناعة، وعشرين يتقدم، مشاري النمر، مشاري والعرضية، ممتاز مصعب الجوير في قراءة الكرة بأربعة لواحد. مباراة حتى الآن يعني واضح في المباراة، مصعب الجوير في المرور، هناك الرمية الجانبية لصالح المنتخب العراقي، أراد المهارة مصعب في الكرة الماضية، ويعني التعطيل الكرة ويعني الوقت حتى ينتهي، لأن الوقت خلاص 3 ثواني. كاظم إذن تحصل على البطاقة الصفراء، كاظم رعد قائد المنتخب العراقي. إذن السعودية لدور الثمانية لتنتظر أفضل الثواني في المجموعات في اليومين الماضيين، سيتحدد كل شيء، لقاءات الغد وبعد الغد، وعلى ذلك يعني انتظار وتوزيع المنتخبات التي ستستمر في البطولة. صافرة القموح يوسف الحكم الجزائري الدولي الذي أطلق صافرة النهاية، ألف مبروك لهذا القائد صالح المحمدي، وألف مبروك للوطن، ألف مبروك للمنتخب السعودي وللجمهور السعودي، هذا الانتصار الرائع برباعية 4-1 على المنتخب العراقي، وحظ أوفر للمنتخب العراقي في اللقاءات. وفي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.